حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. يقول ابن حجر رحمه الله: رواية مسلم من طريقه: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، مع الروايات الأخرى يقول: كأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاء طيها بجلوسه على المنبر. والمقصود من هذا الحديث أن من أتى بعدما أتى الخطيب فإن تلك الفضائل تفوته، لكن لا تفوته صلاة الجمعة ولا يفوته أجر صلاة الجمعة، فذاك فضل وهذا فضل. ولذا قال ابن حجر رحمه الله، قال: وهو دال على أن الملائكة المذكورين هم الملائكة غير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها، يعني ما مضى لتلك الفضائل. لكن كما قال رحمه الله: يبقى أجر سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر. ومما يدل على ذلك ما جاء عند ابن ماجه من رواية ابن عيينة عن الزهري قال: فمن جاء بعد ذلك، يعني بعد خروج الخطيب، فإنما يجيء لحق الصلاة. فدل هذا على أن فضل الصلاة باقي، ومن ثم فإنه لا يفوت أجر الجمعة ولا تصبح الجمعة ظهرا حسب ما أعلم فيما يحضرني الآن إلا في ثلاث حالات فقط. الحالة الأولى إذا لغى، يعني تكلم أو عبث، والحالة الثانية إذا تخطى رقاب الناس، والحالة الثالثة إذا لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى. دل على أنه إذا لم يدرك ركعة فإن الجمعة فاتت وتصبح في حقه ظهرا. وأما الحالة الثانية والثالثة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود: ومن لغى، هذه الحالة الثانية، وتخطى رقاب الناس، هذه هي الحالة الثالثة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. إسناده صحيح. ومما يؤكد ما ذكرناه من أن الإمام إذا حضر وأن الأجر الذي تكتبه الملائكة يفوت عليه ويبقى أجر الجمعة، أن السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه لما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما يجيء إلى حق الصلاة، قال السندي رحمه الله: إلى الصلاة، أي فله أجر الصلاة وليس له شيء من الزيادة، يعني المقصود ما تكتبه الملائكة حينما يحضر الناس الأول فالأول. فهذا يبين أن صلاة الجمعة لا يفوت أجرها إلا إذا تخطى رقاب الناس أو لغى أو أنه لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة. ومع هذا فحري بالمسلم أن يحرص على أن يأتي مبكرا حتى ينال الفضائل، وليس معنى هذا الكلام أن يتهاون، لا، لكن هذا من باب بيان التفريق بينهما كما ذكر ابن حجر رحمه الله وكذلك السندي.